يلا انا عدلك. يلا واحد اثنان سنة سنة. يلا تفضل. واحد اثنين ثلاث سلام. يلا سوي اس. يلا سوي السلام عليكم. انا اسالكم جادويا فيديو جديد وفلوج جديد. دي جي اكسرسايز. تفضل المقدمة عند جاد. لا عندي انا ما بعرف. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. اشرحوا لنا التحدي. يلا اليوم التحدي كالآتي. صعب كثير. جنتي ليش؟ اليوم التحدي مميز كثير. اليوم التحدي رائع جدا. اليوم التحدي ما بعرف شو. اليوم التحدي مختلف عن باقي لا شكرا شكرا. يلا اعملوا التحدي اشوف. هيك عزاء المشاهدين تفضلي. ايوه شكرا يعطيك العافيه. يلا حبيبي اشرح. هسه اوكي عم شغل كل جاي في فيديو جديد وتحدي جديد. هيك لازم تكوني حراس. صح واضح. وتحدي جديد هيك تمام. تحدي جديد. تحدي اليوم مختلف جدا. تحدي اليوم عباره عن ثلاث تحديات كالعاده، بس حيكون صعب. في ركض. حلو. في حركه. يس. في قوه. يس. وفي 20 دينار. اوكي التحدي راح يصير كالعاده. اثنين واحد ضد واحد. حلو. حيكونوا مش فريق، يعني فريق واحد ضد واحد بس. اوكي تمام. فكل واحد راح يكون ضد الثاني، فما في فرق. ما راح يكون في اثنين ضد اثنين. ما راح يكون في احزاب وتفرقه. كلكم ضد بعض. جميل. تحدي اليوم كالاتي. نبدا هون. اللي راح يصير هون في عندنا اربع كاسات للطرف الاول والطرف الثاني، له كمان اربع كاسات، كل كاسه فيها شويه مي. اللي راح يصير اول من عدة ثلاث راح يبدا من هون يشرب اول كاسه، ولازم يجيبها هون ويقلبها تصير على تمها. بيخلصها بيجي بيشرب الثانية وهكذا. كيف بده يقلبها؟ كيف بده يقلبها؟ بيطيرها هيك عشان فيها مية. مش كده. اوكي بيعمل بيجي هون بضربها هيك بيطيرها. لازم بدل هيك تصير العكس. اوكي تصير بوتل فليب. ايوه بالضبط بوتل فليب نفس الشيء. بيخلص التحدي بيخلص اول بيجي هون على طول. عندنا هذا السلم او المسار، لازم برجل واحد ينط. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. اذا غلط بوحده، يعني مثلا واحد طلع من المسار برجع بعيد من اول. اوكي تمام. بخلص التحدي لازم يلف من هون. حلو. بيجي هيك بيجي عند هاي لازم يلف 10 لفات. واحد 10 لفات كاملين 10. بس يخلص ال10 لازم يشوت الكره. اللي بيعمل بخلص دور التحديات اول بياخذ 20 دينار اللي موجوده. وين يشوت الكره؟ اي مكان عادي، بس المهم يشوتها. بهذا لانه انت بس تخلص 10 لفات حتكون دايخ مش شايف الكره 100%. فاللي بخلص هذول الثلاث تحديات اسرع راح يروح ياخذ عندنا. حتبلش مع جاد وياه. انا ضمنه ال 20 دينار اللي موجوده هون. فلذلك راح نبدا التحدي. مين حابين يكون؟ جاد وياه ضد بعض. انا وياه. لا ضد بعض حتكون. اوكي بدك تكون ضد ماما؟ لا انا وياه. انا وياه. ما اظن حدا بتمنى يكون ضد ماما، لانه ماما معروفه ما شاء الله بالتحدي. لا مره هي بخسر. ماما حتكون لحالها غالبا تلعب. يلا جاهزين؟ جاهزين. اول فريقين مين بده؟ مين اول اثنين؟ ماما وبابا راح يبداوا. جاهزين؟ جاهزين. تفضل كل واحد ياخذ طرف. يلا انا ابو طرف. طبعا الزهري للشباب. ماما بابا تفضلوا. كيف يعني؟ اوكي تمام. ماما يا تمام تعي هون، بابا هناك. ليه؟ عشان اكسر القاعده. اوكي اكسر القاعده. يلا تمام. يلا راح نبدا التحدي. الاحمر دائما بيفوز. لا ما انت بتشب اسرع مني يا اخي. اوكي واحد اثنين ثلاثة. ترى صعب كثير، انا جربت قبل التحدي. لازم بسرعة. لا اوه
لا هي هيك شوف زي ما عملت هي تيجي هيك تضربها من هون لا ما عملت هيك عمل هيك هيها خلص يلا واحدة هي واحدة ضبطت والله ما عملت يلا بابا قلت لك بابا صعبة بابا مدرب على لا هاي ايش النوت ايه ما خلصتيهم من هون لفي من هون من هون من هون 10 بابا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماما ثمانية تسعة على أهلك يا ماما نعم ضحيت واحد اثنين حلت لسه هون ماما فازت خلاص مش خدمه طب خذ ليه ما خذ ليه ما 20 دينار انت مش كنت سامحك طب لا بدك تكمل النط لو سمحت على رجل واحدة كيف على رجل واحدة لا صلي على النبي لا لا هو يا مين مش شمالي ايوه هيك ما بقدر يلا روح هيك لفيت عشر لفات كل مكانك اي نعم بعد عن الطاولة رح يدوخ انا دخيت يلا عشر لفات عشر لفات بس انا يعني ما بقدرش مش شباب زي الاول كان يلا يلا لا اسرع حب اسرع انت هيك حتطول اثنين لازم بسرعه بابا ما بصير بسرعه بسرعه لا 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 هذا ما بزبط حيوقع حيدوب لا حرام خلص خمسه خمسه بكفوا والله مسامحين دوخ دوخ خلص خالد خالد راح يدوخ خلص خمسه خلص خالد الكره هاي الكره حج ايوه والله بدي اكمل كمان خمسه تقدر تكمل؟ لا يلا على العيد لا لا صعب اجا انا دخيت يلا دور انا دور جادو اياد يلا فاز ب 20 دينار لا والله هيك تقديمي اليوم على العشاء ماما فاز برضه خمسة آلاف كمان زي امبارح حاولها مش شوي خايف يلا جادو اياد يلا يلا قوموا قوموا اجيب ماي نعبيها شوي خايف على البوتل فليب عادي جادو اياد جاهزين جادو هناك بدك تبدا حبي انت واقف في النص واحد اثنين ثلاثة باليمين اشربوا لا لا لازم لا لازم لازم ضل واقفة ما بصير العكسي يا هذا العكس يا هذا العكس عادي يس يلا 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 لا جاد العكس قلنا لانك انت يا شو اسمه هذا غش لا في النهايه لازم توقف بس على تمه عادي عادي لا ايوه زي هيك يلا جادو يلا اياد نيت شوي شوي يا اياد اسمع علي خفيف لا اعلى شوي يس يلا ركز جاد لا تتوتر بدون اوه اياد بسم الله قبل ما نشرب اطول وحده لا اوه يا خلص يا خلص برجل وحده اوكي يا عاد يلا 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 10 لفات يلا جاد في وقت جاد لا ما هذول 20 دينار لك في كمان 20 دينار لإياد اوكي
هاي اياد 20 دينار. هاي 10 وهي 20 دينار. الله يعطيك العافيه. ليش؟ سوي عد. لما وقفت وقفت. شو الفرق؟ إنه هيك أنا كنت أقلبهم هيك. صح بابا. والله شو الفرق؟ لأن الفكرة إنك تشربيهم بتخليها زي مكانها. قلت لك هيك أصعب بتصير. والله مو أصعب، نفس الشيء. نفس الصعوبة. طب يلا. بنشكر الأخ جاد حفظه الله، الله يعطيك العافية جوجو. ضروري؟ يلا تفضل تفضل. تعاليلي. الان انا وجنى. جاهزة جنى؟ لا. موعدي. يلا واحد. اثنين. ثلاث. شوي شوي ما تستعجلوا. يلا جنى. لا. خفيف جنى خفيف شوي مو خفيف. بس خفيف. هاي تتبل. يس. يا غشاشة. هي بدها هدوء بس. بس يس. لا جد والله ما حصل. عافية جنى. يلا يلا جنى. انا مهلك. ما ماني زنجر. كيف تعمل يا هيك كيف؟ هو بصراحة حظ. جنى انت مهلك ابك صحي. يلا جنى. مين اصلا مين اصلا النعمة عصوبة عصوبة سبوها الأرنب. يلا هاي اثنين. هاي ثلاث. أربعة. خمسة. هذا مو غشاش. ثمانية. سبعة. غشاش خسران وداعي. اوكي 20 دينار معي صديهم. وهيك بكون فاز بهذا التحدي الجميل ماما. لسه على دقيقه شوي احنا ماما واجع في الاولى وجانا واياد. صح الخضره فيها شيء. الخضره هاي ترى الكاسات الخضره خربانه. صح انا فزت بالخضره. الاخضر دائما بيفوز. ماما قاعده استثنائيه. ليش ما نسوي هيك يعني جمل هيك الكل فايزين ضد بعض يعني. لا 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 خلص تعبنا. يعني في اثنين والفايز الخسران. بابا الله يخليك بلاش داعي والله. دقيقة دقيقة. زي السيمي فاينلز. تذكر عصومي بإشي الله يستر. زي السيمي فاينلز وفاينلز. يلا فني حاج. يلا. سوي فقرة فنية. هاي تصير استعدادا لرمضان. ايش بدنا نحكي؟ شو بدنا نحكي؟ رمضان هل من الدين حامل بدل ولا من عيد. رمضان هل من الدين حامل بدل ولا من عيد. بدنا دعم سحرات حق يا نايم وحد الدايم. قوموا على سحوركم قوموا. شو واحدة بحكي؟ إجا رمضان يزوركم. إجا رمضان يزوركم. يا دايم وحد الدايم. قرقيعة لو قرقيعة. كل عام وانتم بخير اخوان. رمضان على الابواب.
خلاص قرب وفيديو الجاي ان شاء الله حيكون فيديو تجهيز البيت لرمضان. ترقبوا نزين البيت اقوى فيديو راح يكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وترقبوا فيديوهات رمضان كمان. بعدكم كل عام وانتم بخير ونشوفكم حلقات تانية. ولا تنسوا لايك شير وسبسكرايب وضغط جرس التنبيه عشان يصبحوا كل شيء. ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، راح تلاقوا روابط تحت الديسكربشن. ونشوفكم حلقات تانية ومع السلامه.